بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، تحية طيبة أحبتي. استكمالا لموضوعنا فيما يخص الفيزياء الجامعية مستوى 3، الموجات أو الاهتزازات والموجات، كتاب سيروي فيزياء المهندسين. سنتحدث الآن عن الحركة الموجية Waves Basics and Tensors، يعني أساسياتها. لو هبطنا هنا الويف أو الموجة A periodic disturbance that transfer energy. إذا ما هو تعريف الموجة؟ Periodic disturbance هو اضطراب دوري، اضطراب دوري يعمل على transferring energy، يعمل على نقل الطاقة. طبعا أيضا هنا يوجد عندنا من الأشياء المهمة عندنا في الموجة، عندنا الميديوم أو الوسط the material through which a wave traveled. طبعا هو يعني المادة التي تسمح للموجة الانتقال خلالها. طبعا هنا يقول لي not all waves actually requires a physical medium، ليس كل الموجات تحتاج إلى وسط الانتقال خلاله. طبعا الإلكترومغنيتيك ويفز أو الموجة الكهرومغناطيسية لا تحتاج، هي تنتقل في الفراغ. طبعا عندنا هنا أو أولا عندنا الميكانيكال ويفز، عندنا الموجات الميكانيكية. ما هي الموجات الميكانيكية؟ هي الموجات التي تحتاج إلى وسيطة فيزيائية، إلى وسط فيزيائي للانتقال خلاله. أشهر الأمثلة عليه الساوند ويفز، عندي المثال الأول، عندي موجات الصوت تحتاج إلى الهواء، لهذا لا يسمع الصوت في الفضاء، لهذا رائد الفضاء يتحدث مع رائد الفضاء الذي إلى جانبه من خلال الهاتف الموصول إليه، لا يتحدث كنتحدث نحن وجها لوجه. Sound waves cannot travel through a vacuum empty space، لا تستطيع الانتقال خلال الفراغ. عندي النوع الآخر هنا electromagnetic waves أو الموجات الكهرومغناطيسية do not require a physical medium، لا تحتاج إلى وسيطة فيزيائية للانتقال خلالها. أشهرها طبعا هنا عندنا الراديو ويفز، موجات الراديو، فيزيبل لايت الضوء المرئي، وعن الإكس راي الأشعة السينية إلى آخره. وأنا ميكانيكال ويفز موز ثرو فيزيكال ميديوم، ذا بارتيكلز إن ذا ميديوم أوسيليت إن سمبل هارمونيك موشن. وهذه هي مهمة جدا عندما تنتقل الموجات الميكانيكية خلال وسط فيزيائي، فإن جزيئات the particles الجزيئات التي تتكون منه هذا الوسط تهتز بشكل simple harmonic motion أو الموجات المستعرضة البسيطة التي تحدثنا عنها سابقا، قلنا عنها بهذا الشكل the blue ball above in simple harmonic motion. Imagine that this ball represent a particles in solid material. نتخيل نحن بأن الكرة الزرقاء هنا هي عبارة عن جزيء في وسط أو مادة صلبة. If the particle is bended on other particles near it, their motion will affect the motion of the particles around it. يعني لو كان في كرة أخرى جنبها ستنتقل إليها الطاقة، تنتقل الأخرى، فيصبح عندي هذا الشكل simple harmonic motion. هذا هو الشكل تسمح بالانتقال خلال هذا، هي ويسمى هنا الموجة بالترانسفيرس موف ويف، عفوا الموجة العرضية، حيث يكون الانتقال عندي بشكل عرضي وليس بشكل طولي، الحركة إلى الأعلى والأسفل، لكن الموجة تنتقل اليمين واليسار، أي أنه بزاوية مقدارها 90 درجة. Transverse wave. The motion of a particle is farthest to the left because of the particle is next to the oscillator. This oscillation is passed down through the entire series of particles. Note that the particles are vibrating up and down while the wave itself transferred from the left to right. إذا الجزيء أعلى وأسفل، الحركة الموجية يمنة ويسرى. A wave in which particles of the medium transverse waves move perpendicular to the direction of the wave. يعني تتحرك الموجة بزاوية مقدار 90 درجة على الحركة، الحركة يمين ويسار، الحركة أعلى وأسفل، حركة الموجة يمين ويسار مقدار 90 درجة. طبعا and direction of types of waves is called longitudinal waves. Longitudinal waves هي الموجة الطولية، a waves in which the particles of the medium move parallel to the direction of the wave motion، أي أن
لاحظ الحركة الموجية يمين ويسار، أيضا الموجة تنتقل يمين ويسار بزاوية parallel، يعني مقدار يعني موازية، مقدار 180 درجة. طبعا أيضا هنا عندنا على نفس برنامج المحاكاة عندي waves have characteristics closely related to the characteristics of the particles oscillation، لها بعض characteristics يعني مزايا أو الأشياء التي تميزها. طبعا دعونا ندخل مباشرة period، يعني أولا شيء الزمن الدوري the time for one complete cycle. الوحدة الدورية بنظام الـ SI هي second period، يعني الفترة الزمنية التي تلزم لاكتمال دورة واحدة، هذا معنى الـ period أو period time. الـ frequency التردد يرمز له بالرمز F أو بالرمز نيو، سأتحدث عنه لاحقا. The number of cycles per unit time، عدد الدورات بالنسبة لوحدة الزمن. إذا هو مقلوب الزمن هو واحد على كل ثانية، واحد 1 over t، يعني وحدة مقلوب الزمن واحد على second، والتي تساوي في علم الفيزياء هرتز. عندنا هنا الامبليتيود، الامبليتيود هو السعة، سعة الموجة. The maximum displacement from the equilibrium positions، أقصى إزاحة من نقطة من الإكوليبريوم، من نقطة التساوي إلى أعلى أو إلى الأسفل. Another important wave characteristic is wavelength، أيضا يوجد عندي الwavelength أو الطول الموجي. The distance from the one crest to the next، المسافة بين قمة وقمة أو بين قاع وقاع، trough to trough يجوز، أو two consecutive points أنا أفضل، أي المسافة بين نقطتين متماثلتين. هنا عندي longitudinal waves وهنا عندي transverse waves. لاحظ هنا هذا هو longitudinal waves، قلنا بأنه الموجة الطولية تكون مقدار 180 درجة مع الحركة. لو نحن شغلناها هنا لاحظ بهذا الشكل، لاحظ من هنا إلى هنا في الموجة الطولية هذا الطول الموجي wavelength، من هنا إلى هنا لاحظ هذا هو الطول الموجي. الامبليتيود هو عندنا المسافة كلها هنا، هذا هو الامبليتيود، وهذا عندي طبعا الwavelength. في الموجة العرضية التي قلنا أنها تكون 90 درجة أعلى وأسفل وهي تنتقل بهذا الاتجاه، هذه السعة من الإكوليبريوم الخط المتقطع إلى الأعلى أو خط متقطع إلى الأسفل، هذا يسمى السعة الأمبليتيود. هذا هي نوع الموجات تبعا لاتجاه الحركة. نوع الموجات تبعا للوسط قلنا بأنها موجات ميكانيكية وموجات كهرومغناطيسية. قلنا هنا نحن عندنا المفروض عندنا خيط هنا موصول، لو أعلى وأسفل تنتقل عندي حركة موجية. طبعا ليست منتظمة، أنا لو أردت أن أجعلها مثلا منتظمة سأعملها بهذا الشكل، سأعمل على إبطائها بهذا الشكل. السعة الأمبليتود من هنا إلى هنا 0.75 سنتي، التردد 1.5 هرتز. هذه هي حركة موجية. إذا نحن لاحظنا أن الحركة الموجية عبارة عن انتشار واضطراب، هو اضطراب لجزيئات داخل الوسط تعمل بعدها على الانتشار. هذا في خصوص الموجة الميكانيكية. إذا نستطيع أن نعمم أن كل الموجات الميكانيكية تحتاج إلى مصدر اضطراب كما رأينا، مصدر يعمل على الاضطراب كما قبل قليل برنامج المحاكاة. عندما رفعنا المفك أعلى وأسفل هو المصدر، كان وسط يحتوي على جزيئات، ودون الجزيئات هذه سوف تهتز تعمل على انتقال الطاقة. وسيطة فيزيائية هي الأعلى والأسفل. هنا عندي الـ P هي عبارة عن البالس، وعندي هنا قرينة، هنا لاحظ أنا يقوم بالأعلى والأسفل، يكون البالس هي النبضة، لاحظ هي النقطة P اتجاهها إلى الأعلى، لكن حركتها يعني كقوة إلى الأعلى لكن حركتها بهذا الاتجاه، هبط بيده إلى الأسفل، هي إلى الأسفل، كان اتجاهها أيضا إلى الأمام،
رجع إلى نقطة التساوي، بقي اتجاهها إلى الأمام. موجة عرضية ترانسفيرس ويفز، هنا عندي الموجة هنا الطولية بهذا الشكل، تضاغط عبارة عن تضاغط وتخلخل، كومبريست تضاغط هنا بهذا الشكل. إذا كان هذا الفيديو مقدمة إلى دراسة الموجات، أرجو أن يكون الفيديو قد أفادكم. لا تبخلوا علي بعمل الشير واللايك، الاشتراك في القناة، كتابة التعليقات والأسئلة. مرة أخرى أشكركم حسن استماعكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.